هنا في دكتور باسم سمير دانتال كلينكس، عيادات الأسنان المنتشرة في مصر كلها في كل المحافظات. بكون في بيروت، بكون في دبي، في الإمارات، في أي دولة عربية، وكل الدول العربية فيها طبعا دكاترة متخصصين مهمين، لكن لما أجي أعمل سناني باجي عند دكتور باسم. من 25 سنة كنت the face of باسم كلينكس، محدش بيصدق انه اسناني دي طبيعية. النهاردة بتتفرج على اي ممثلة او سيليبرتي، حتى هوليوود سمايل، على طول بتقول دي عاملة اسنانها. انا محدش يعرف اني انا عاملة اسناني. اهمية باسم سمير انه بيهتم بصحة اللثة باسئلة لا تخطر على بال حد الا المتخصصين اللي زيه. بمعنى مثلا انا عندي حساسيه ضد البنسلين، يعني لو وصف لي دكتور اوجمانتين ببقى كده لانه مش مناسب لي، عندي حساسيه. دكتور باسم سمير دايما بيجي دكتور مناوي بيسال عن كل حاجه، فاذا صحه اللثه، ثم الاسئله الصحيه، ثم الجمال. فمن كل الوطن العربي ادعوكم لهذه العيادات، مش عشان انا ذا فيس اوف باسم كلينكس، علشان هو الاحسن. معانا صديق موجود بالصدفه كده واللي بتصورنا كمان، امرايا، جايين من ليبيا، صح؟ صحيح. منين بقى من ليبيا؟ من طرابلس. من طرابلس الغرب، مش كده؟ اكيد. عشان في لبنان طرابلس. باسم سمير، يو ار ذا بيست. Thank you. You made my day. Thank you very much. Thank you.